السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد سيد واهلا بكم معايا في حلقة جديدة. الفيديو بتاعنا النهاردة ان شاء الله هنعرف فيه ازاي نجيب القنوات التعليمية على القمر الصناعي نويتسات. كل اللي انا محتاجه منكم هنجيب قلم وورقة عشان نكتب التردد الجديد الخاص بالقنوات التعليمية على القمر الصناعي نويتسات، وهنبدأ مع بعض قناة مدرستنا واحد، والتردد بتاعها بيكون 12304 ومعدل الترميز 27498. يا ريت تعملوا معدل الترميز زي ما هو كده، ما تعملوهوش 27500، لان في بعض الناس عملت 27500 ما اشتغلش معاهم التردد، فهتعملوا بس معدل الترميز زي ما هو مكتوب كده 27498، والاستقطاب بيكون اتش اللي هو الافقي. بعد كده هنروح على قناه مدرستنا 2، التردد بتاعها بيكون 10 3 7، ومعدل الترميز بيكون 27500، والاستقطاب بتاعها بيكون اتش اللي هو الافقي. بعد كده هنروح على قناة مدرستنا 3، التردد بتاعها بيكون 12208 زي ما احنا شايفين كده، ومعدل الترميز 27498، والاستقطاب بتاعها بيكون V اللي هو الرأس. بعد كده هنروح على اخر قناة اللي هي التعليم الفني، التردد بتاعها بيكون 10 3 7 زي ما احنا شايفين كده، ومعدل الترميز 27500، والاستقطاب بيكون اتش اللي هو الافقي. انا بس هشغل لكم القنوات دي، ولكن مش هشغلهم فتره كبيره عشان بس حقوق الطبع والنشر. فبالنسبه للقنوات دي زي ما احنا شايفين كده القنوات كلها شغاله بدون اي مشكله. اكيد انتوا كتبتوا الكلام ده في ورقه. كل اللي احنا هنعرفه دلوقتي ازاي نجيب التردد بتاع كل قناه. هنروح على المنيو من الريموت، زرار الريموت، هنروح على المنيو. بعد كده هنروح على حاجه اسمها، او لما بنضغط اوكي الاول بيجيب لنا باسورد. الباسورد بيكون او كلمه السر بيكون 4 اصفار زي ما احنا شايفين كده. عايز بس اظهر لكم الكلمه اللي انا واقف عليها، اسمها قائمه الترددات زي ما احنا شايفين كده، قائمه الترددات. هندوس على قائمه الترددات، بعد كده بيظهر لنا كل الترددات اللي هي موجوده على الريسيفر بتاعنا. عندنا هنا الزرار اللي باللون الاحمر مكتوب فيه اضافه، لو انا ضغطت عليه من الريموت هيقول لي لو سمحت دخل لي التردد الجديد. هتدخل التردد بتاعك، وليكن مثلا التردد اللي انا هكتبه اي كلام مثلا، يعني ايا كان التردد اللي هدخله يعني مثلا، وتحت معدل الترميز اللي هو بيكون 27500 مثلا، والاستقطاب اللي هو الاتش او الفي اللي هو الافقي او الراس. بعد كده بندوس على اوكي، بيظهر معانا التردد اللي احنا لسه مدخلينه اهو اللي هو اخر واحد ده. بعد كده بندوس اوكي عشان بس نعلم عليه او نحدد عليه بالشكل ده. بعد كده كل اللي احنا هنعمله هندوس باللون الازرق اللي موجود في الريموت عشان يبدا يعمل لنا البحث عن القناه بالشكل ده. دوست على الزرار اللي هو باللون الازرق عشان تظهر لي القايمه اللي احنا هنشوفها مع بعض دلوقتي اللي هي دي. اول حاجه بسيبها غلط زي ما هي، اللي هي البحث على الشبكه بسيبها غلط، ونوع القناه اللي هي دي بختار طبعا قناه مجانيه، انا عايز قناه مجانيه مش قناه مشفره. والسيرفيس تايب الخدمه اللي انا عاوزها، اذا كانت قناه تلفزيون ولا راديو، انا طبعا عاوز قناه تلفزيون. بعد كده بضغط على اوكي، هيبدا ان هو يعمل البحث بتاعي. طبعا انا عشان مدخل تردد اي كلام فمش هيعمل بحث، بيجيب لي هنا القنوات اللي انا بعمل عليها بحث زي ما احنا شايفين كده. وبتدخل طبعا كل تردد باسم القناه، بتلاقي القناه عموما بتكون موجوده في اخر الريسيفر بعد ما بتعمل بحث عليها. بتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عاجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك في القناه. كان معاكم محمد سيد، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.